تحقيقنا التلفزيوني هذا الأسبوع، والحقيقة لم أكن أتمنى بأي حال من الأحوال إن أنا في يوم من الأيام يبقى في عندي تحقيق تلفزيوني يصور مأساة من هذا النوع. ما يقرب من 15 عائلة مصرية بأطفالهم بزوجاتهم. الحقيقة التعبير اللي ممكن يقول نقوله انك وانت بتتفرج انت يعني ناقص بس ان الصورة تبقى ابيض واسود عشان ترجعك لعصور مضت. لا يمكن لأحد ان يتخيل ان هناك صورة لبشر بيعيشوا بهذه الطريقة ولا يعلم عنهم احد شيء ولا يتحدث معهم احد. رسالة وصلتنا من احد المستغيثين اللي مهتم بملفهم في سوهاج، بعتنا زميلنا مصطفى سامي حقق وشاف وتابع وعاش ونقل الصورة. على ضفاف ترعة الفؤادية يعيش هؤلاء حياة يندى لها الجبين ويتألم لها الضمير. ما يقرب من 15 أسرة أضناها الفقر منذ عشرات السنين، لم يجدوا ملاذا سوى بناء عشش ونصب خيام يأوون إليها لتحميهم من برد الشتاء وحر الصيف. موت مؤكد يحيط بهم من كافة الجهات، فما بين طريق سريع يهدد حياة صغارهم وترعة تجلب لهم الحشرات والأوبئة والأمراض. يعيش سكان كبر البليانة كما أطلق عليهم الأهالي بمحافظة سوهاج حياة لا يعلم عنها إلا الله. السلام عليكم. اتفضل يا باشا. قول لي يا حاج بقى، بقالكوا هنا عايشين قد ايه؟ والله عايشين يا باشا اكتر من 20 سنه 25 سنه. يعني انا اتولدت لقيت نفسي هنا. ابوي الله اعلم ساكن لي كام سنه، عاد لي 20 سنه لي 30 سنه الله اعلم. بس انا ساكن اكتر عندي 45 سنه. المشكله هنا في ايه؟ المشكله في الزباله، الزين والعفش بين الزباله علينا. ده ترعه، الكلب يقول لك ده ترعه. ده ترعه ما فيهاش بني ادمين، ترعه، ترعه فيها ناس خليقها ربني، زيكم احسن منكم لا مؤاخذه. يعني ناس خليقها ربني، ترموا علينا الزباله. وغير عاد اللكش علينا، عاد ترقش علينا الناس اللي يستاهل ما يستاهلش يرقش علينا. بتعملوا ايه طيب وانت بيتك على الترعه؟ ساعات الترعه ممكن المايه تعلى وتزيد. بتزيد معاليك ساعات يعني علينا، ما عاد غرقنا يعني بيوتنا كلها، اوقاتنا احنا معطوق علينا احنا ونايمين. انا من ضمن الناس بنتي غرقت هنا سعادتك، فمش عارف اقول سعادتك ايه يعني. غرقت من الترعه ما زادت؟ زادت علينا في الليل يعني، طلعت البت راحت واقعه في المايه ما طلعتش ثاني. عائلة صغيرة. عندك كم سنة؟ بتاع 7 سنين سعادتك. كذا مرة العربيات تتقلب وكذا مرة اللي ده، بس ربنا واقف معانا. الناس نحن غلابي، نحن ايه السور ده يعمل لها بابت السور ده على قديتها، وجا عربية اتقلبت ووقعت علينا نحن ونايمين، اتدمر لها كم نفر ووقعت عربية على قدي. انا بكره بقعد وراح اموت يا امي واتحاسب. الحساب شديد. ان شاء الله يوسع عليك اوزن الشقة اوزن البيات. اللي تدهوني من يدك حلو. أطفال لم يتجاوزوا 10 أعوام رأوا الموت في مقتبل عمرهم، فإن نجوا من الغرق في الترعة لن ينجوا من الخطف في طريقهم إلى المدرسة، فضلا عن اضطهادهم من قبل زملائهم والمعلمين. اسمك إيه؟ اسمي حسن. أنت اسمك؟ عبد الله. سنة كام يا حسن؟ سنة أولى. المدرسة بعيدة طيب هنا عن هنا ولا؟ لك لايبة انا كنت على كده تعدوا القبله تلحد كسلم كده تلحد كسلم. بتعدوا الطريق انتوا؟ ها ما بتخافوش انتوا بتعدوا الطريق؟ لا عنخاف من العادي، عنخاف من الخطيف. في ناس هنا بتخطف الاطفال الصغيرة؟ ها في 2 اتخطفوا بس احلف اسمهم. طب بتلعبوا هنا ازاي؟ بنلعبوا زي العيال عندنا بنلعبوا. انتوا بتلعبوا جنب الترعة؟ واحنا المدرسه ما نلعب. ايوه هنلعب تحت الترعه بس هنخاف من الولنه دي. التماسيح الصغيره يعني انتوا في تماسيح مثلا ممكن تطلع بالترعه وانتوا بتلعبوا؟ عادي تطلع عادي؟ ما بتخافش منها؟ لا بخاف. ما نطيروا بالولنه. ايه؟ ما نطيروا ما نخافوا بس الولنه سليع الولنة. أكلت واحد صاحبك قبل كده ولا؟ أكلت 3. أنت
انت نفسك فين؟ انا نفسي شقه. شقه؟ نفسك فين؟ انا اوضه. اما كل ما اروح المدرسه هم اللي علموا يقولوا لي يلا ساكنه على الترعه، يلا ساكنه على الترعه، وانا ما افضل ابكي. وبعدين من باجي انا معقول لهم انا معوش اروح المدرسه ثاني عشان العيله، يا عشان العيله بيخلوني ابكي كل يوم. بتعملي ايه اما اصحابك بيعايروكي اللي انت ساكنه عندها؟ بروح اشكي للمديره، بس المديره ما بتعملهمش حاجه. ليه؟ علشان هم يعني معاهم شقق ونحن قاعدين على الترعه. حتى لو قلنا له مو من المكان اللي قاعدين فيه، اذا احنا كنا تنقلنا من فصل وقعدنا في التخته الاولى او الثانيه، تروح يشكو المس ترجعنا اخر تخته وتقعدهم هم مكاننا، عشان بصفتي يعني احنا قاعدين هنا ما معناش بيوت ولا ميه. اكثر من 10 ساعات مرت علينا في هذه المنطقه، ربما لم يختلف الوضع كثيرا ولكنه يزداد سوءا مع مرور الوقت. فهذه الأسر البسيطة تعيش معاناة يومية تتجلى واضحة مع دخول الليل، وخاصة في فصل الشتاء. بيوت أشبه ببيوت العنكبوت تقتلعها نسمات الهواء الشديدة من جذورها فتهوى فوق رؤوس قاطنيها، كما أنها عرضة لهطول الأمطار الكفيلة بمنعهم من دخول عششهم يوما كاملا. متعودة تقعدي هنا في الشتاء؟ والصراحة مكاننا ده كله صعب في الشتاء، يعني في النطر والغيم والبرد. الناس طب هتعملية والسبايت ما مخلياش الناس يعني دفياني، والأطفال دي برضو متشردة معانا عشان ما فيش مطرح كويس ليه. عندكم غطا؟ يعني بطاطين من اللي هي المغزى الرخيصة دي اللي هم 25 جنيه. بتعملوا ايه يا حاجه في الشتاء ما ميه المطر بتنزل؟ يعني انزح نحطها في التراب. ما الميه طيبه. الدار الميه بتخش لحد فين؟ بتخش البوت. بتخش البوت. بتعملوا ايه يعني المطر لما بتيجي بتعمل معاكم؟ لا وكيل كانت تتمر الطب عليه من فوق هنا، والبحر غرقنا على جديد. الله وكيل على جديد. سعدت نفسك فيها اللي تعمل مشي بيه. عاوزين علاج لدي، عاوزين علاج لدي، عاوز واحد يجي لي على جديد. البيت تبقى غرق المية. بتناموا فين؟ على جديد. مية؟ الله وكيل في المية. الله وكيل في المية مدرين رب له وشوية العافية. يوم العيد ما عملبش خلق زي الناس، يا اما انا مغزف كلمة كوتش مقطع، يا اما اي حاجة اللي معي فوشنا معلبسوه، يعني خلق شحات اي حاجة في معناه كله. عامة معناه كله لو كنا لقمة مش حمد ربنا. بسطاء يتحسرون على ما آلت إليه أوضاعهم المعيشية في شتى المجالات، يأملون كل يوم يمر عليهم أن يأتي بغد أفضل يرسم مستقبلا للأجيال القادمة. مصطفى سامي، كلام تاني. دول مش يعني أنا وأنا بشوف الصور وبسمع هؤلاء الأطفال وبسمع السيدات الكبيرات اللي في السن اللي احنا شايفينهم، في سيدة منهم بتقول يعني احنا هنقابل ربنا ونتحاسب. تحاسبوا على ايه يا حاجة؟ تحاسبوا على العذاب اللي انتوا شايفينه في الدنيا ده؟ والأطفال اللي زمايلهم بيعايروهم ويقولوا لهم اصل انتوا اللي ساكنين تحت الترعة، والطفلة أو الطفل اللي بيرجع البيت مش عايز يروح المدرسة تاني. أنا لا أزايد على أحد ولا على إنسانية أحد، لكن لما الصورة دي ننقلها عبر شاشة فضائية الآن فده وضع صعب جدا جدا. لا يمكن الناس دي تتساب كده من غير ما حد يقول لها مالك، مشكلتكو إيه؟ عايشين في عشش زي ما حضراتكو شايفينها، وطبعا تخيلوا دلوقتي البرد اللي هيدخل ده والأمطار اللي هتنزل بعد كده. الطفلة اللي غرقت في الترعة دي لما تغير منسوب الترعة، الراجل كان بيقول أنا بنتي هنا ماتت في الترعة دي،
ما هذا الألم؟ دي بيوت من طين. الست دي اللي مصطفى بيقول لها عايزه ايه يا حاجه، فتقول له اي حاجه يا ابني جيبوها. الطفل يقول له نفسك في ايه؟ نفسه في شقه. طيب خلوني ينضم الي معالي السفير اشرف.